نشرة منتصف الليل من الميادين والبداية مع العناوين. معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في غزة وخان يونس، الفصائل تعلن استهداف دبابات ويأس إسرائيلي من استمرار المقاومة في شمال القطاع. المقاومة الإسلامية في لبنان تكثف ضرباتها لمواقع الاحتلال بأسلحة ثقيلة بينها بركان، وإسرائيل تتحدث عن نجاح حزب الله في حرب المسيرات. القوات الأمريكية والبريطانية تواصل عدوانها على اليمن وتشن 5 غارات على رأس عيسى شمال الحديدة غربي البلاد، وصنعاء تطمئن الأوروبيين مجددا إلى أن سفنهم ليست أهدافا. طائرة مسيرة تستهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا. اجتماع لوزراء خارجية مجموعة 20 في ريو دي جانيرو، ووزير الخارجية البرازيلي يؤكد أن شلل مجلس الأمن تجاه قضايا غزة وأوكرانيا غير مقبول. محكمة العدل الدولية تواصل جلساتها بشأن عواقب الاحتلال، والمالكي يؤكد للميادين أن واشنطن تسعى لحصر القضية في مجلس الأمن لإسقاطها عبر الفيتو. هم يريدون الهيمنة والسيطرة على الموضوع الفلسطيني برمته. أهلا بكم. أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين ودبابة إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في مدينة خان يونس. وكذلك أكدت القسام في خان يونس أيضا استهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل منزل والإجهاز على 4 جنود من المسافة 0. كذلك استهدفت مجموعتين من جنود الاحتلال تحصنتا داخل منزلين وأسقطتهما بين قتيل وجريح. وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة استهدفت القسام دبابة من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 ودبابة أخرى بعبوة من نوع شواط بشارع صلاح الدين، كما قنصت جنديا إسرائيليا. سرايا القدس أعلنت من جهتها تدمير آليتين عسكريتين إسرائيليتين وقعتا في حقل من العبوات في حي الزيتون، وأكدت خوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور مدينة خان يونس. كتائب القسام نشرت مشاهد من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.
وللوقوف على آخر التطورات الميدانية يطلعنا عليها الزميل الصحفي عالم الدين صباح من رفح جنوبي قطاع غزة. آخر المعطيات لديك عالم الدين من حي الزيتون في شمال القطاع مرورا بخان يونس وصولا إلى رفح. نعم وفا، يعني بداية من رفح قبل لحظات سمع دوي عدة انفجارات في مدينة رفح كانت ناتجة عن سلسلة من الغارات الإسرائيلية نفذتها الطائرات الحربية قبل لحظات. قصفت الطائرات الحربية هدفا في منطقة جنوب مدينة رفح وبالتحديد بالقرب من بوابة صلاح الدين الواقعة على محور صلاح الدين أو ما يسمى محور فيلادلفيا. قبل ذلك بدقائق قليلة أغارت الطائرات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة رفح. حتى الآن لم يتم انتشال أي إصابات بحمد الله من أماكن القصف الإسرائيلي الذي استهدف هذه المدينة. أيضا سمع دوي انفجارات بشكل عنيف جدا في مناطق مدينة خان يونس ومدينة رفح كانت ناتجة عن قيام الاحتلال بنسف مربعات سكنية في مناطق جنوبية مدينة خان يونس والمناطق أيضا الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس. فيما يعني بالحديث عن المنطقة الوسطى وفا، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الدعاليث في مخيم النصيرات شمالي المنطقة الوسطى. تم انتشال ما يقارب 17 شهيدا وعدد كبير من الإصابات وصلوا إلى مشفيات المنطقة الوسطى. وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لمنطقة المغراقة في المناطق الشمالية الغربية للمنطقة الوسطى. أما بالحديث عن مدينة غزة فأنا أتحدث عن تجدد للاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مناطق حي الزيتون أي المناطق الجنوبية لمدينة غزة. وأيضا قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف عدة منازل في مناطق حي الزيتون تشل على أثر ذلك عدد من الإصابات الذين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي. أما المناطق الشمالية لقطاع غزة وبالتحديد مناطق شرقي مخيم جباليا ومناطق أيضا شمالي قطاع غزة منطقة بيت لاهيا تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف في الدقائق والساعات السابقة وسمع دوي انفجارات كبيرة في هذه المناطق. أيضا يعني وفى بالحديث عن المستشفيات فلا زال الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس ويقصف أيضا محيط مشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في المناطق الغربية لمدينة خان يونس ويمنع وصول أي شاحنات تحمل مستلزمات طبية أو حتى مساعدات غذائية لمن يتواجدون داخل مجمع ناصر الطبي أو حتى داخل مشفى الأمل الذي تعرض محيطه لقصف إسرائيلي عنيف. وكانت أيضا هناك اشتباكات في محيط هذا المشفى الذي كان يتعرض لقصف مدفعي وتعرض أيضا لاستهداف من قبل القناصة الإسرائيلية سواء في مشفى الأمل أو حتى في مجمع ناصر الطبي الذي حوله الاحتلال إلى ثكنة عسكرية بالكامل ويحتجز عدد كبير من المرضى وحتى من مرافقيهم وحتى من الكادر الطبي. هذه صورة الوضع يعني حتى الآن وفى مع تواصل الغارات الإسرائيلية لا سيما على منطقة محور صلاح الدين أو منطقة محور فيلادلفيا والتي يعني يحتوي أو تحتوي هذه المنطقة على آلاف من خيام النازحين ومئات من الآلاف من النازحين الذين يعني انتقلوا من مناطق واسعة من قطاع غزة إلى هذه المنطقة ظنا منهم بأنها آمنة حسب ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي. عالم الدين صباح شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن 95% من جرحى جيش الاحتلال في الحرب الحالية على غزة يعانون من جروح الشظايا الناجمة عن العبوات الناسفة أو إطلاق النار أو الصواريخ. وكذلك نقلت الصحيفة عن مدير قسم الجراحة التجميلية والحروق في مستشفى بلينسون في تل أبيب قوله إنه في الحروب السابقة لم يكن هناك كثير من الجرحى المصابين بشظايا، فيما يمثل بقاء تلك الشظايا قضية خطرة من حيث تأثيرها النفسي في الجنود المصابين بحسب مدير قسم التأهيل في المستشفى نفسه. وزارة الصحة في غزة أعلنت في تقريرها اليومي أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و163 إصابة في خلال 24 ساعة الماضية. وأشارت إلى أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29,313 شهيدا و69,333 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.
تجمع أطفال شمال غزة أمام المستشفى الإندونيسي في رسالة إلى العالم للسماح بإدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة. الزميل محمود العوضية رصد تلك الوقفة وعاد بالتقرير التالي. في هذا المكان ومن أمام المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة يقف هؤلاء الأطفال من أجل أن يوصلوا رسالة للعالم بأن أغيثوا أطفال شمال قطاع غزة والذين يتعرضون للموت البطيء في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة. بدنا طحين، احنا جعانين بدنا طحين، صرنا ناكل تبن الحمير. نطلب انكم تقدموا لنا المساعدات الإنسانية والأساسية لأنه شمال غزة حرفيا بجوع. طحنا القمح والشعير والذرة والتبن، كل شيء طحناه، ما بنعجنش ولا بتاكلش، لو عندكم بترموه. الحين احنا كنا بالدار، قصف علينا الدار وجعنا والله صغرنا. رحنا على المستشفى، في المستشفى قصفونا وطلعنا من المستشفى، طلعنا على المدارس، من المدارس قصفونا، قعدنا في خيمه عش في الشارع. هينا بنطلع، بنطلع على اخر الدنيا، بنجيب ردة، بنجيب اي شيء بقصفونا، بنطلع ان شاء الله على الشارع، بنقف على الشارع بقصفونا. الناس العادية بيطلعوا بقصفوها، اي شيء بقصفوه، ادونا اي شيء، اي شيء ادونا، اي شيء طحين، بعثوا لنا طلعنا على الضبعة. بنطلع نجيب خباز، بنطلع على المعبر بنضلنا لثاني يوم، بدنا نشوف ايش بتبعثوا لنا، هينا على المعبر قاعدين. كنت ستسمع لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي في ظل عالم صامت لا يلتفت لصراخات هؤلاء الأطفال من شمال قطاع غزة. تتعالى أصوات الأطفال هنا في شمال قطاع غزة مطالبين العالم بإغاثتهم في ظل مجاعة حقيقية تهدد حياتهم. محمود العوضية من أمام المستشفى الإندونيسي شمال غزة الميادين. أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عجز المنظمة عن إيصال المعونات إلى سكان شمالي غزة، عازيا ذلك إلى ما سماه انعدام التنسيق مع قوات الجانب الإسرائيلي. دوجاريك ذكر أن شاحنات منظمة الغذاء العالمية تعرضت لإطلاق نار من دون أن يوجه الاتهام إلى إسرائيل. استطعنا في السابق على نحو متقطع نقل المساعدات إلى شمال غزة. قام برنامج الغذاء العالمي بالمهمة وتعرضت شاحنته لإطلاق نار. الطريق إلى الشمال شاق جدا، وهو ما يدفعنا إلى البحث عن آلية لمنع التصادم مع القوات الإسرائيلية. رغم التحذيرات من خطر المجاعة، أوقفت الأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى شمال القطاع بذريعة أنها منطقة غير آمنة. المكتب الحكومي في غزة أكد أن القرار حكم بالإعدام على أبناء غزة. هذا اليوم اللي حصلنا عليه من 3 شهور الحرب. مجاعة حقيقية تهدد غزة، واقع يفاقمه قرار برنامج الأغذية العالمي تعليق تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع. بدنا ناكل ولا تماتوا، ولا تماتوا من الجوع. قرار يقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه يعني الحكم بالإعدام والموت على 3/4 مليون إنسان، محذرا من الكارثة. وفي بيانه رأى برنامج الأغذية العالمي أن شمال قطاع غزة منطقة غير آمنة، ويرى أنه لا يتعامل مع الأمر باستخفاف، ولكنه حريص على وصول المساعدات. الوضع غير الآمن الذي يتحدث عنه مسؤول البرنامج الغذائي هو الذي يفرضه الإسرائيلي، الذي كان قد استهدف سابقا شاحنات محملة بالغذاء. ومنذ مدة قصيرة منع وزير المالية الإسرائيلي شاحنة دقيق الدخول إلى غزة، حتى منظمة الأونروا منعت العمل، بالإضافة إلى غيرها من أساليب الحصار والتجويع كانت وما زالت على مرأى منظمة الغذاء ومسمعها وغيرها من منظمات الأمم المتحدة. والمسبب لهذا الوضع يعلن عن نفسه بأساليبه الوحشية العلنية. المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي تعلق على القرار بقولها إنه كان علينا أن نتخذ الخيار المستحيل بإيقاف توزيع المساعدات مؤقتاً في شمال غزة. لا يجب أن تحدث مجاعة، ولكن ستحدث إذا لم تتغير الأمور. إذن
تدهور الأوضاع هو الذي جعل المنظمة تجمد عملها الإغاثي الذي يحتاج إليه أبناء غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أكدته المنظمة نفسها في تقريرها في أن غزة تنزلق على نحو حاد ولا يصدق إلى الجوع والمرض. وكرر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ذلك بالقول إن الوضع في قطاع غزة لا إنساني، متسائلاً في أي عالم نعيش؟ كارثة عالمية وإنسانية دق ناقوس خطرها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وحتى اليوم لا استجابة خارجية توازن ثقل المعاناة، بل هناك مزيد من تعميق الأزمة. حبيب عز الدين، الميادين. على وقع الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل عسكريا ضد قطاع غزة، تمارس تل أبيب حربا نفسية ضد قيادة المقاومة في القطاع وتحديدا رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، حرب وضعتها في حالة من الارتباك في ظل انكشاف التضليل الممارس وفشل الرهان على الميدان وسياسة المجازر ضد المدنيين. تقرير محمد درويش. في ميزان الربح والخسارة يزيد وزن الإخفاق الإسرائيلي في كلتا الكفتين، كفة يلملم فيها الإسرائيلي ما تبقى من هيبته العسكرية بين أنقاض غزة، وأخرى تحمل ثقل الاهتمام الإسرائيلي بوهم الحرب النفسية عنوانها قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار. بين مد العدوان وجزر البحث عن إنجاز، ترسم تل أبيب مشهد حربها النفسية بمجموعة تصريحات وتقارير عن السنوار في محاولة لتضليل جمهورها وبث تقارير تنسب إلى السنوار تتعلق بيقينه بحرب تحرير كبرى خلال طوفان الأقصى يزعم الإسرائيلي أنه عثر عليها في أنفاق ومراكز داخل القطاع دفعاً لبث الفرقة بين حماس ومحور المقاومة. هامش واسع من التكهنات نشرت فيه أخبار عن تنقل السنوار بين الأنفاق والمدن وانتقاله إلى سيناء المصرية، أساليب ضيقة تعاملت فيها إسرائيل مع السنوار وقيادة القسام كظاهرة أشباح لبث الأمل بمقتله لتعود الخيبة وتتجدد مع عودته بعد غيابه في عز لحظات التفاوض وفقا للإعلام الإسرائيلي. تتمدد مسارات الدعاية الإسرائيلية فتعمل على إيقاع بلبلة بين القاهرة وحماس، مشيعة أن مصر تريد القضاء على الحركة في غزة بأيد إسرائيلية. تتوسع الدعاية لتلعب على وتر العلاقة بين حزب الله وحماس، مشيعة أن الحزب يطالب حماس بالمرونة في المفاوضات، دعاية يؤازرها ربط تل أبيب الهزلي صورة النصر أو الهزيمة بشخص السنوار، عقلية تكرر الأخطاء الإسرائيلية التي تناست أن اغتيال الشخصيات القيادية السياسية والعسكرية لم ولن يوقف مسيرة المقاومة سواء في فلسطين أو لبنان وغيرهما، فالسنوار حقق النصر وانتهى بقطع النظر عن مآل الطوفان في نهاية الحرب. وبينما يحاول الإسرائيلي تعويض أوراقه الخاسرة باجتياح رفح جنوباً، يصمد السنوار وقيادة القسام عسكرياً وعلى رأسها محمد الضيف ومروان عيسى، صمود يعكسه تماسك محور المقاومة تعاوناً وتنسيقاً عسكرياً وسياسياً في مقابل حلف واشنطن الذي يعمل لإيجاد مخارج لمأزقه بعد فشله في تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المقاومة على رغم التدمير والقتل والانتقام. حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة المصاب بالسرطان بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى. الجبهة وفي بيان لها أكدت أن الاحتلال يمارس سياسة إعدام بطيئة ممنهجة بحق الدقة رغم معاناته أوضاعا صحية متدهورة. وطلبت الجبهة المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها في الكشف عن مصير الأسير ومتابعة أوضاعه الصحية الخطرة وتوفير كل متطلبات العناية الطبية والأدوية اللازمة له.
كما أكدت الجبهة أن المقاومة تعاهد أبناء الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى بإنجاز صفقة تبادل مشرفة يكون في مقدمها وليد وجميع الأسرى المرضى. تظاهر الفلسطينيون في رام الله مطالبين بوقف العدوان على غزة، فيما كانت كفر قدوم شمالي الضفة تودع شهيدها عارف علي القدومي الذي ارتقى في جنين بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. تقرير نسرين سلمي. إلى مسقط رأسه في كفر قدوم قرب قلقيلية عاد جثمان الشهيد عارف علي القدومي البالغ 26 عاماً بعدما ارتقى على أرض مخيم جنين الذي التجأ إليه إثر مطاردة قوات الاحتلال له. دافع عنه أهالي المخيم وقاوم حتى الرمق الأخير، وكان الاحتلال قد اتهم الشهيد بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب قلقيلية قبل عدة أشهر. الله يرحمه ويعفى عنه وسامحه ويرضى عليه يا رب. هاي اللي بقدر أقول، والله يهونها على الشعب الفلسطيني كله وعلى جنين وعلى كل الناس يا الله. قوات الاحتلال كانت اقتحمت جنين ومخيمها بضع ساعات، كما اقتحمت نابلس وقلقيلية والخليل وشنت حملة دهم طالت ما يقارب 30 فلسطينيا. وفي رام الله تظاهر فلسطينيون ضد الفيتو الأمريكي على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة. الفيتو الأمريكي بالأمس اللي فعلا هو سقوط أخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية، واللي بيأكد وللمرة الثالثة إنه شريك أصيل في الإبادة الجماعية لشعبنا العظيم في قطاع غزة. التظاهرة جاءت بدعوة من نقابات المدارس والجامعات في رام الله ونابلس للمطالبة بفك الحصار المفروض على غزة ووقف العدوان عليها. رسالتنا كلنا مع شعبنا في قطاع غزة ضد الإجرام الذي يتعرض له، ضد التجويع الذي يتعرض له، ولكن رسالتنا أن كل القمع الإسرائيلي لم ولن يكسر لا إرادة الشعب الفلسطيني ولا مقاومته، ومطالبنا هي قيادة وطنية موحدة الآن فورا على برنامج وطني كفاحي مقاوم تتخلى عن كل الأوهام الماضية. لم يعد أمام الشعب الفلسطيني طريق إلا أن يتوحد من أجل أهدافه في تحقيق الحرية. ويشار إلى أنه منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى ما يزيد على 400 شهيد و4600 جريح. حتى لا يصبح مشهد القتل والتدمير وحرب الإبادة أمرا عاديا، يواصل الفلسطينيون إعلاء صوتهم على ضمير العالم يستيقظ من سباته الطويل. نسر سلمي، رام الله، الميادين. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سيتوجه الجمعة إلى باريس لإجراء محادثات مع مسؤولين قطريين ومصريين وإسرائيليين. الموقع أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان. عضو كابينة الحرب الإسرائيلي بني جانتس قال إن الجيش سيطلق عملية في رفح بعد إجلاء السكان من المنطقة، مؤكدا أنه لن يجري استثناء شهر رمضان من شن تلك العملية إن لم يجري إطلاق الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. في ساحة المعركة نواجه عملية في رفح ستبدأ بعد إجلاء السكان من المنطقة. أهمية تطهير رفح تكمن في القدرة على ضرب قوات حماس العاملة هناك وفي ضرورة جعل قطاع غزة منزوع السلاح. أكرر، إذا لم يكن هناك مخطط تفصيلي للإفراج عن الرهائن فسنواصل عملياتنا خلال شهر رمضان أيضا. المقاومة الإسلامية في لبنان واصلت عملياتها في الجنوب ضد الاحتلال الإسرائيلي. مجاهدو المقاومة استهدفوا موقعي رويسات العلم وزبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، إضافة إلى تموضع لجنود الاحتلال في مستعمرة المطلي، كما استهدفوا تموضعات لجنود إسرائيليين في كل من مستعمرات إيفن مناحم وشوميرا وأبيفيم وميتسوفا وتجمعا آخر في محيط موقع المرج، إضافة إلى ثكنة زرعيت. المقاومة أعلنت كذلك استهداف موقع حدبيارين بصاروخين من نوع غوريان.
استشهدت مدنيتان بينهما طفلة وجرح آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون، كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدتي لخيام ومروحين. كما أفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة الظهيرة وعيت الشعب. أفاد تقرير للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بتفعيل أكثر من 900 إنذار بشأن تسلل مسيرات منذ بداية الحرب، واصفا خطر المسيرات بأنه تحول إلى تهديد متعدد الساحات ومعقد وخطر. وأشار التقرير إلى قلق كبير لدى سلاح الجو من تسلل مسيرتين لحزب الله إلى عمق الشمال أخيرا، مضيفا أن تقديراته تقول إن لدى الحزب أكثر من 2000 مسيرة، وأن هناك ثغرة في ظل تهديد سيستمر إن اندلعت حرب شاملة على الحدود الشمالية. كما تحدث تقرير للقناة الثالثة عشرة عن قدرات جديدة وخطرة يظهرها حزب الله على رأسها المسيرات، مشيرا إلى أنه يفحص رد المنظومات الإسرائيلية. في هذه المعركة يبدو أن حزب الله ارتقى درجة بخصوص قدراته، وإذا كانت الهجمات سابقا على نحو أساسي عبر نيران صاروخية أو قذائف، فهي اليوم أيضا عبر المسيرات التي نجح العشرات منها في تجاوز الحدود، وأكثر من مرة أيضا في الإصابة. بحسب التقديرات يوميا قطع جوية صغيرة تتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود الشمالية وتقوم بتصوير قوات الجيش الإسرائيلي، وفي حالات كثيرة لا قدرة على كشفها أو إسقاطها. في حالات عديدة نجح سلاح حزب الله في الوصول إلى قرب منظومات القبة الحديدية. استهدفت طائرة مسيرة القاعدة الأمريكية في حقل الكونيكو للغاز بريف دير الزور شرق سوريا، وأفاد مراسلنا بأن المسيرة الانفجارية وصلت إلى هدفها ثم سمع صوت انفجار قوي في المنطقة المحيطة بالقاعدة. إلى اليمن، حيث أفاد مراسل الميادين بشن الطائرات الأمريكية والبريطانية 5 غارات على رأس عيسى شمال الحديدة غربي البلاد، وكان عدوان جوي أمريكي بريطاني قد استهدف ب6 غارات شمالي الحديدة فجر أمس. العدوان الأمريكي البريطاني استهدف ب4 غارات منطقة العرج شمال غربي المدينة، بعدما شن غارتين على منطقة الجبانة شمالي المدينة الساحلية على البحر الأحمر. كشف مصدر ملاحي لوكالة سبأ أن ادعاء الولايات المتحدة فيما تحمله السفينة المستهدفة في خليج عدن غير صحيح. القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة أمريكية تبين أنها تحمل أعلافا للدواجن لا مساعدات إنسانية كما تدعي واشنطن. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال في وقت سابق إن السفينة كانت تنقل الذرة وغيرها من الإمدادات الغذائية إلى الشعب اليمني في عدن. أكد رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور أن القرار اليمني في باب المندب هو لسبب قانوني وموضوعي وأخلاقي واستراتيجي. وفي مقابلة مع قناة المسيرة قال بن حبتور أن اليمن اليوم فاعل أساسي ولم يذهب إلى أمريكا أو الصين أو روسيا، بل تضامن مع غزة على أرضه. ولفت بن حبتور إلى أن أمريكا لم تعد تلك التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية، وهي فقدت الهيمنة حتى على أمريكا الجنوبية بجوارها. وفيما يتعلق بالموقف المصري قال بن حبتور أن الشعب المصري ضد التطبيع، لأنه يعرف أن الكيان الصهيوني زرع لابتلاع مصر وسوريا والعراق. نفى نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي نفيا قاطعا ما تتداوله وسائل أعلام عن أن بلاده ترفض إتاوات على السفن الأوروبية. العزي أكد أنه أجرى محادثات بناءة بين صنعاء والاتحاد الأوروبي، أكد خلالها أن الملاحة البحرية آمنة. وخلال مؤتمر صحفي أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بادر بالتواصل مع بلاده وقدم إيضاحات، وأكد تأكيدا قاطعا أن لا علاقة له بتحالف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وأن مهمته منفصلة تماما. كانت هناك محادثات بناءة بين صنعاء وبين الاتحاد الأوروبي، هو بادر بالتواصل وقدم الإيضاحات الكافية إلى صنعاء، وأكد
تأكيدا قاطعا بأنه لا علاقة له أبدا بتحالف الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف البريطاني، وأن مهمته منفصلة عنهم تماما وليس لها أي أهداف عدوانية تجاه اليمن، وإنما كانت بطلب من شركات النقل. هكذا أوضح لنا بأن شركات النقل في بلدان الاتحاد الأوروبي شكت إلى دول الاتحاد الأوروبي عناء المرور من رأس الرجاء الصالح. العزي أشار إلى أن 283 سفينة عبرت في هذا الأسبوع بسلام وأمان من البحر الأحمر، ومنذ بداية الأحداث عبرت 5061 سفينة، كما أعرب عن أسفه لتأثر شركات نقل بالدعايات الأمريكية. الملاحة البحرية صمام أمانها الأول هو اليمن وصنعاء. أمريكا الآن لا تستطيع أن تؤمن سفنها. قبل أن تأتي إلى البحر الأحمر كانت سفن أمريكا وسفن بريطانيا تعبر بسلام، لكن عندما جاءت لتستعرض بعضلاتها وتستعرض بفرقاطاتها أدرجت سفنها إلى جانب سفن العدو الإسرائيلي، وهي إلى الآن لا تستطيع أن تمرر سفينة واحدة لا جهة إسرائيل ولا إلى أي جهة أخرى من السفن الثلاث. بمعنى أن صنعاء هي صمام الأمان، هي صمام أمان الملاحة الدولية، وقد عبرت إلى حد الآن منذ بداية الأحداث حوالي 5061 سفينة، وخلال هذا الأسبوع فقط عبرت 283 سفينة أيضا. ناقش الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا قضية الحرب في الشرق الأوسط ومختلف قضايا الأمن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقاء بين الطرفين على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في ريو دي جانيرو. وزير الخارجية البرازيلي شدد خلال الاجتماع على أن شلل مجلس الأمن في مواجهة الحربين في غزة وأوكرانيا غير مقبول. الرئيس البرازيلي قال أنه ناقش مع بلينكن قضايا السلام ولا سيما في أوكرانيا وغزة، إضافة إلى بعض المشروعات والقرارات. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قد قال أن واشنطن تعارض تصريحات لولا بشأن الحرب في غزة. مواقفنا معروفة جيدا بشأن القضايا التي تجري مناقشتها حاليا في مجموعة العشرين، ولا سيما الوضع في أوكرانيا وفلسطين، وجرى عرضها علنا في المنتديات المناسبة مثل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن المؤسسات غير مجهزة للتعامل مع التحديات الحالية، كما يتضح من قرارات مجلس الأمن شلل غير مقبول فيما يتعلق بالصراعات الجارية، وحالة التقاعس هذه تعني على نحو مباشر خسارة أرواح بريئة. والآن ينضم إلينا الدكتور حسان الزين الكاتب والخبير في شؤون أمريكا اللاتينية مباشرة من ساو باولو. مساء الخير دكتور حسان. إذا حينما نتحدث عن هذا الاجتماع على هذا المستوى بالقيادات بمختلف القيادات ومختلف الأقطاب بمقاربة أيضا متباينة فيما يتعلق بحرب أوكرانيا وغزة، ما هو المتوقع من مجموعة العشرين وإلى أي مدى ستفرض أيضا مقاربة أمريكا اللاتينية؟ نحن نتحدث عن البرازيل التي تستضيف هذه المجموعة، رؤيتها أو وجهة نظرها تجاه هذه الحروب. مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام وشكرا على الاستضافة. خلينا نقول أن البرازيل في 18-19 نوفمبر يعني القادم سترأس البرازيل قمة العشرين، والولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا الترأس، وسيكون للرئيس دا سيلفا عدة أمور مهمة أجندة واضحة فيها. أول شيء هو يعتبر أن بالنسبة إلى السلام هو جزء من رغبته في نشر السلام في العالم على المستوى الأوكراني وعلى مستوى الشرق الأوسط. وكان وزير الخارجية بلينكين قد يعني أثنى على الرئيس دا سيلفا في مساعيه ما بين غويانا وفنزويلا، فأشاد بهذا المسعى السلام ما بين الأزمة التي حصلت ما بين غويانا وفنزويلا يعني في الفترة الأشهر الماضية. الرئيس دا سيلفا يتمتع بحركة ديناميكية واسعة بعد انعزال البرازيل على
زمن بولسونارو انعزلت البرازيل وانكفأت على المستوى السياسي الإقليمي والدولي. أعاد دا سيلفا بحركته الاستراتيجية وبحركته الفاعلة على المستوى العالمي وخاصة باتحاده مع أفريقيا، بمعنى أنه لديه برنامج ضد الفقر، كما لديه برنامج داخلي ضد الفقر كان ذلك عام 2003، والآن يطرحه بأكثر قوة لأنه يعرف أن الفقر يعني يعاني من الكثير من الدول ومن الشعوب. وقد واجه في أثيوبيا بكلامه ليس فقط بالنسبة للإبادة الجماعية الموجودة بالعدوان على غزة وعلى فلسطين المحتلة، واجه بطريقة أو بأخرى الأغنياء الدول الغنية، وجه إليهم رسالة واضحة. كانت هذه الرسالة تعني بأن دول معينة، أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ستتصدر هذا الموضوع. ماذا المتوقع من دا سيلفا؟ المتوقع الكثير من دا سيلفا. طبعا الأمريكية، الحركة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية الظاهر أنها لا تريد إيقاف الحرب في الشرق الأوسط لعدة أسباب تعتبرها هي الآن ليس المرحلة الحالية، وإن كان بالعلن يعني يحاولون، ولكن البيت الأمريكي منذ يومين يعني أبرز هذه النقطة الأساسية. حركة دا سيلفا جاءت من ضمن حركة أمريكا اللاتينية، وأكد امبارح الرئيس الكولومبي والرئيس إسمادورو دعمهم المباشر لما قاله دا سيلفا. هناك حركة عالمية الآن متجهة نحو هي الاستفادة من نقاط القوة بالنسبة للشعوب العالمية. يعني هناك إسرائيل تزداد انعزالا. قد أخطأ وزير الخارجية الإسرائيلي خطأ فاتحا حينما أهان البرازيل بطريقته، وأعاد اليوم هذا الخطأ بوضعه على أحد المنصات يعني فيديو لأحد البرازيليات موجودة في فلسطين المحتلة، يريد أن يستغل كل ما يمكن استغلاله في مواجهة دا سيلفا، لأن حركة دا سيلفا تختلف عن مثلا عن جنوب أفريقيا، بمعنى أن جنوب أفريقيا ذهبت إلى المحكمة في لاهاي، بينما حركة دا سيلفا تنطلق من منطلق آخر، من منطلق سياسي، بمعنى أنها داعم لهذه الحركة ولكن تتحرك بمساحة أكبر لحاجة واشنطن إلى دا سيلفا. يعني أفهم من هذا الكلام دكتور حسان في مسعى لدا سيلفا لجعل مجموعة العشرين هي الأرضية يعني أو مساحة لإيجاد أرضية مشتركة، وهذا يعني سيواجه بغضب أمريكي أو بجبهة أخرى ترفض هذه التحركات وإيجاد هذه الأرضية. حلفاء إسرائيل في المجموعة العشرين هي ألمانيا وفرنسا وغيرهم، كان لديهم موقف واضح بالنسبة للحرب في غزة، إن لم يكن يعني شركاء في هذه الحرب نتيجة كل الأخبار ونتيجة كل التقارير الموجودة. يحاول دا سيلفا يعني المشي ما بين النقاط لتحريك هذه العملية. نحن نعرف اليوم بريو دي جانيرو حصل لقاء بين لافروف وبلينكين، يعني لقاء كان بينهما، ورغبة دا سيلفا أن يكون هو عامل مهم في هذه المعركة الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا، وكان لديه تصريحات كثيرة حول ذلك ينتقد فيها الغرب وينتقد فيها أوروبا، ويعني رد عليه بأكثر من موقع. حركة دا سيلفا الآن ممكن اعتبارها هي أكثر لمحاولة، يعني حتى ما نقولش أنها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هي لإنقاذ الولايات المتحدة الأمريكية من يعني تنزل على الشجرة، لأنها الآن عالقة في البحر الأحمر وعالقة في فلسطين المحتلة وعالقة في الانتخابات. يعني حاجة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دا سيلفا وإلى حركته أكثر من حاجة دا سيلفا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك دا سيلفا استراتيجيته الآن استراتيجية هادفة، يعني يعرف أين نقاط الضعف وأين نقاط القوة. طبعا سيواجه في الداخل، وإذا بنعرف نحن اليوم في الداخل هناك حركة واسعة على مستوى الإعلام، تشويه إعلاميا، حركة على مستوى النواب، أكثر من 132 نائب قدموا بالمساءلة واتهموا بارتكاب جريمة في المسؤولية. لذلك يمكن الاعتماد على دا سيلفا في عدة نقاط. بأول نقطة في أن أقول فيها بأنه تحركه الدولي سيكون على أرضية إقليمية موجودة في أمريكا اللاتينية. اثنين، تحركه على مستوى المنطقة، على مستوى أفريقيا، يمكن أن يساهم كثيرا في عزل الكيان العبري وإسرائيل. ثلاثة، في محاولة
فيه يعني احنا اذا فكرنا بالدبلوماسيه الان وبالحركه الدبلوماسيه الان، نحن نعرف ان القوات البرازيليه موجوده في المنطقه، كانت لها بحريه وغيرها، يمكن ان تكون احد المساهمات. وعلى فكره زياده على ذلك، ان البرازيل مرشحه ان تكون عضو دائم في الامم المتحده، وهذا لا يعارضه الكثير من 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 الدول. خلينا نقول ان البرازيل تقاطع الجي 20 وترقصها الجي 20 مع البريكس، مع أرضية واسعة في أمريكا اللاتينية، تدفع الرئيس دا سيلفا مع عقليته يعني طبعا الاستراتيجية وعقليته الإنسانية ضميره الإنسان، يعني يمكن أن يتحرك نوعا ما نحو الأمام. قديش بتسمح الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الحركة؟ هذا هو السؤال الأساسي دكتور حسان، يعني وهذا رهن الأيام المقبلة بالفعل، وما سيصدر عن هذه القمة إذا كانت بالفعل هي اللبنة الأساسية أو النقطة الأساسية لهذه المنطلقات وهذا الدور البارز الذي تتحدث عنها برازيليا. على كل الأحوال شكرا جزيلا لك دكتور حسان الزين الكاتب والخبير في شؤون أمريكا اللاتينية، كنت معنا مباشرة من ساو باولو. بالتوازي بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة إلى البرازيل آخر محطته في أمريكا اللاتينية لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين آتيا من فنزويلا وقبلها من كوبا. الخارجية الروسية قالت إن الاجتماع سيركز على تسوية التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى أن لافروف سيتناول في كلمته تقييم روسيا للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي والخطوات اللازمة للتغلب عليها. لافروف كان قد أجرى محادثات في كاراكاس واجتمع إلى القادة الفنزويليين وفي مقدمهم الرئيس نيكولاس مادورو الذي وصف الاجتماع بوزير الخارجية الروسي بالمثمر والممتاز. تقرير موفد الميادين إلى كاراكاس الزميل علي حجازي. من حديقة إسكيل زامورا في قلب كاراكاس استهل وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف زيارته لفنزويلا، حيث شارك في تدشين تمثال ألكسندر بوشكين أحد أبرز الروائيين والشعراء الروس عبر التاريخ. لافروف أجرى محادثات مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، أكدا خلالها تعزيز العلاقات الثنائية الروسية الفنزويلية والتي شهدت توقيع أكثر من 300 اتفاق تعاون في العقدين الأخيرين. كما أكد وزير الخارجية رفض التدابير الأحادية التي يفرضها الغرب ولا سيما الولايات المتحدة على روسيا وفنزويلا. تحدثنا بالتفاصيل عن التعاون بيننا في القضايا الدولية، نحن نتشارك في الحاجة إلى وجود العدالة والتطبيق الكامل لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتأكيد حقوق الدول في سيادة كاملة بعيدا عن الابتزاز والتدابير الأحادية. نعتبر تعاوننا مع فنزويلا في المجالات كافة بمنزلة إسهام كبير في إيجاد نظام عالمي متعدد الأقطاب وأكثر عدلا. فلسطين كانت حاضرة في تصريحات وزيري خارجية روسيا وفنزويلا. كانت فرصة للتحدث في عدد من القضايا الجيوسياسية العالمية كالإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني واستعمال كل الوسائل الممكنة من الإسرائيليين لإنهاء الفلسطينيين، إضافة إلى منع الأمريكيين والدول الغربية لأي مبادرة إنسانية من أجل وقف إطلاق النار في غزة. لافروف توج زيارته بلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قبل التوجه إلى ريو دي جانيرو في البرازيل للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول العشرين. اختتم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارته إلى فنزويلا، زيارة قصيرة لكنها أثمرت عددا كبيرا من اتفاقيات التعاون المتبادل في تأكيد على عمق العلاقة الاستراتيجية بين كاراكاس وموسكو. علي حجازي، كاراكاس، الميادين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عدم وجود أدلة على الادعاءات الإسرائيلية بشأن حوادث اغتصاب إسرائيليات أو اغتصاب إسرائيليات في عملية 7 أكتوبر. وقال ميلر جرى التواصل مع الجانب الإسرائيلي وإبلاغه عدم التيقن بعد من تلك الحوادث. وفيما يتعلق بالهدنة، كرر ميلر الموقف الأمريكي بضرورة التوصل إلى هدنة مؤقتة لإطلاق الأسرى، وفيما بعد لعقد اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لتحقيق الأمن والسلام على حد قوله. والآن ينضم إلينا الدكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. أهلا بك منذر، عن ماذا ينم هذا الموقف من قبل الخارجية الأمريكية بسياق العلاقات ما بين الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة؟
يعني هي عمليا جزء من عملية ضغوط غير المباشرة التي لم تصل بعد إلى تسمية الأمور بمسمياتها فيما يتعلق بنتنياهو. نجد أنه مسؤولين سابقين بارزين قادة بارزين في الحزب الديمقراطي يتحدثون على أنه المشكلة هي نتنياهو وليست مع الكيان الإسرائيلي، وفي نفس الوقت إظهار ولو بشكل مبسط يعني أو بشكل رمزي وبشكل يعني هامشي المواقف الإسرائيلية الغير كاملة أو الادعاءات الإسرائيلية ومحاولة فضحها. طبعا لو كانت الخارجية ترغب في الضغط الكامل والحقيقي كانت يمكن أن تجري تحقيق، تقول أن الخارجية تجري تحقيق في المزاعم إن كان فيما يتعلق في موضوع الاغتصاب أو إن كان فيما يتعلق في الانتهاكات التي تقوم بها القوات جيش الاحتلال واستخدام الأسلحة الأمريكية. حتى الآن هذا الأمر لا يزال في نطاق الإشارات. طبعا الأولوية للإدارة، وهذا ليس فقط من قبل الخارجية أيضا من قبل الناطق الرسمي باسم مجلس الأمن القومي كيربي، يتحدث أنه الأولوية لا تزال حول الإفراج إيجاد يعني هدنة مؤقتة من أجل تسهيل عملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين. وماجوريك يعني المستشار الأساسي حول شؤون الشرق الأوسط يعني مدير في مجلس الأمن القومي ويعني البيت الأبيض لما يتعلق في ملف الشرق الأوسط، هو سيزور القاهرة وغدا كيان إسرائيلي ويلتقي نتنياهو. وعند ذلك من الواضح أنه من ذلك، على فكرة هذه ليست الزيارة الأولى، هو منذ شهر تقريبا كان يقوم بنفس الجولة. وطبعا تأتي هذه الجولة لمدرك بعد عدم التوصل إلى نجاح كان يفترض بمدير وكالة الاستخبارات المركزية أن يحققه في زيارته للقاهرة أيضا وللكيان الإسرائيلي منذ عدة أيام. لذلك هناك تعويل أمريكي على إمكانية التوصل إلى اتفاق، ومن الواضح أنه هناك ضغوط تتم على خاصة فيما يتعلق في موضوع عمليات رفح. يقول الأمريكيون أنه نحن لم كنا حذرنا وكنا قلنا بأنه ضرورة أن يكون هناك خطة واقعية لكيفية إجلاء المدنيين إن كان للشمال أو للجنوب أكثر أو أي مناطق يعني يمكن أن يكون هناك، ما عدا يعني طبعا يقولون بأنهم لا يرغبون في أن يتم التهجير القسري. دكتور منذر، وهذا كيف يفهم يعني الليلة حينما تقول واشنطن بأنها لم تتسلم بعد خطة حول يعني عملية إجلاء أو كيفية حماية المدنيين في رفح إذا ما شن الإسرائيلي هذه العملية؟ هذا عمليا بدل أن يقولوا نحن لا نوافق ونرفض ويعني يفترض ألا تجري هذه العملية، يتم الاستدارة حول هذا الأمر بانتقاد الإسرائيليين بأن هذه الخطة لم تصلنا بعد، رغم أنه هناك ادعاءات من حكومة الحرب أنها ستعد الخطة وستناقشها في مجلس الحرب لاحقا. ولكن من الواضح أن الموقف الأمريكي يجد أن هذا سيؤدي إلى تعقيدات إضافية ويحول دون التوصل إلى صفقة، لا ربما إلى توسيع نطاق الحرب إقليميا. يعني ليست المسألة مسألة رفح. لذلك هم يطرحون بطرق مختلفة في كواليس، بالتأكيد يقولون ويحذرون بأنه ألا تجرؤ يعني جيش الاحتلال على هذه العملية لتداعياتها الخطيرة في ظل مناخ عالمي كان من أوروبا كان من آسيا كان في كل الأمكنة يتم ذلك. والأنكى من ذلك أنه يتم تبرير الفيتو الأمريكي الذي جرى على مشروع القرار الجزائري بأنه هذا كان سيضع المفاوضات الحساسة التي تجري في الخطر. كيف يتم ذلك؟ طبعا هذا تبرير غير مقنع، خاصة أنه حتى بريطانيا اضطرت إلى أن يعني تمتنع عن التصويت وليس الوقوف مع الولايات المتحدة في هذا الموقف. إذن كل هذه الأمور تدل على أنه الإدارة الأمريكية تلح على الأطراف بأن يتم التوصل إلى هدنة قبل رمضان. هذا شكراً. ما يمكن أن يقال حتى الآن. شكرا جزيلا لك منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن.
لليوم الثالث واصلت محكمة العدل الدولية الاستماع إلى مرافعة الدول بشأن عواقب الاحتلال الإسرائيلي. مستشارة وزير الخارجية المصري ياسمين موسى أكدت أن سياسة النزوح القسري تعد انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع المساعدات. من جهته طالب المستشار في وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد فيسك المحكمة بعدم اتخاذ قرارات لأنها تؤثر في المسارات السياسية الأخرى في الأمم المتحدة أو المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. أما سفيرة كولومبيا لدى هولندا فشددت على ضرورة وقف انتهاك القانون الدولي من قبل إسرائيل ووقف نشاطها الاستيطاني فورا، فيما طالبت نائبة وزير الخارجية الكوبي المحكمة بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية. وزير الخارجية الفلسطينية رد على المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية وقال في تصريح إلى البيادين إن الهدف الأمريكي من وراء حصر الأمر بمجلس الأمن الدولي سببه السيطرة الأمريكية على المجلس من خلال حق الفيتو وعلى الأمم المتحدة من خلال تأثيرها في دول عديدة. هم لديهم سيطرة في مجلس الأمن من خلال حق الفيتو، لديهم أيضا تأثير على عديد الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الابتزاز والتنمر، ولكن في المحكمة العدل الدولية يفتقدوا إلى كل هذه الأسلحة التي لديهم، وبالتالي هم يريدون الهيمنة والسيطرة على الموضوع الفلسطيني برمته واحتكار كل ذلك من أجل توفير الحماية لإسرائيل وابتعاد كل أشكال المساءلة والمحاسبة عن دولة إسرائيل لما ترتكبه من جرائم. هم يريدون دائما أن يبقى الملف هناك حيث لديهم الإمكانيات للتأثير على صياغة مثل هذه القرارات، بينما في المحكمة الأمور تعود إلى هيئة القضاء، وهيئة القضاء لديهم الصلاحيات المطلقة في اتخاذ ما يرزقونه من قرارات حيال هذا الموضوع. وإلى هنا نصل إلى ختام نشرة منتصف الليل، شكرا دائما على طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. الزميل أحمد شلدان يلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.